السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم كتير مهم بالنسبة للناس اللي بيستثمروا أو بضاربوا في أسهم البنوك. عشان هيك راح أبلش الموضوع بمثال بسيط وراح نتعمق أكتر بالموضوع. لو فرضنا إنه الشخص A طلب يقترض مصاري من الشخص B، فشو المعايير اللي راح يتبعها بي ويعطي بناء على هاي المعايير يعطي قرار انه راح يداين الشخص A او ما راح يداين الشخص A؟ بكل بساطة الشخص B راح يشوف الهيستوري تبع الشخص A، الماضي تبعه، يشوف هل لما A كان يداين المصاري هل كان يرجعها ولا ما كان يرجعها، وبعدين يشوف المستقبل تبعه، هل ايه راح يقدر يشتغل ويجيب مصاري وبناء على هيك راح يرجع المصاري للشخص بي او لا. نفس الاشي بصير بالشركات الكبيرة، واحنا هون الدراسة هاي بنسميها التصنيفات الائتمانية او الكريدت ريتنج، اللي بناء عليه الشركة المانحة للقرض بتدرس الوضع تبع الشخص ايه او المؤسسة ايه، وبناء عليه بتقرر هل تعطي التصنيف، هل تعطي المصاري لايه او ما تعطي المصاري. طيب اذا بنيجي للتعريف العام للتصنيفات الائتمانية، هي تصنيف بقيس مدى قدرة الحكومة او الشركة او المؤسسة اللي بدها تقترض بقيس قدرتها على الوفاء بالتزامات المالية لدى الجهة المقرضة، اللي هو بالمثال تبعنا كان الشخص بي. يعني هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعينة، وهيك هو بتكون تعريف التصنيفات الائتمانية. طيب التصنيفات الائتمانية زي ما حكينا بتأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو بالشركة وتصرفها وسلوكها في الماضي والمستقبل بالنسبة لقيمها، هل راح تسدد المصاري اللي عليها ولا ما راح تسدد القرض. طيب شو فائدة هاي التصنيفات الائتمانية؟ طبعا الفائدة بتكون كتير كبيرة، بحيث انه اذا كان التصنيف الائتماني للشركة قليل فهاد او منخفض، فهذا بعني انه الشركة ما راح تقدر تداين مصاري، حتى السندات تبعتها ما راح تقدر تبيعها. والشغل الثاني انه هاي الشركة اذا بدها تاخذ قروض راح تاخذها، وكان تصنيفها الائتماني قليل فراح تاخذ القروض هاي بفوائد كبيرة، بينما الشركات اللي تصنيفها الائتماني عالي تقدر تاخذ قروض بسهولة وبتاخذ هاي القروض بفوائد قليلة. طيب اذا بنيجي لأهم الوكالات اللي بتصنف التصنيف الائتماني، في عنا ثلاث وكالات اللي هي S&P وموديز وفيتش. طبعا هاي الوكالات عندها تصنيفات من A-Triple إلى Triple-C، وطبعا بيختلف تصنيف كل شركة بالظاهر بس بالمضمون نفس الاشي. يعني احسن تصنيف بالنسبة لS&P اللي هو A-Triple، موديز بكون A-Triple بس الA بتكون small letter. نفس المبدأ، ثاني أحسن تصنيف اللي هو AW+ بالنسبة لمودي AA1 بالنسبة لفتش AW+. وهيك بكون التصنيفات الائتمانية للشركات، بحيث إنه الشركة إذا تصنيفها AAA+ بتقدر تأخذ قروض بشكل كتير سهل وبفائدة كتير بسيطة، يعني بتأخذ القرض بفائدة 1%. بينما إذا بنروح للشركات اللي تحت تصنيف الائتماني منخفض، يعني بتأخذ قروض بصعوبة، وإذا بدها تأخذ نفس القرض بتأخذ بفائدة 10%. فهنا بكون في يعني صعوبة بالقرض وبرضه مترتب عليها فوائد أكتر. طيب إذا بنيجي للتعريفات التصنيفات بالنسبة لشركة موديز، فبناخذ الدرجات الائتمانية اللي هي الأولى اللي هي A-Triple و AA1-2-3 و A1-A1-A2-A3. طبعا هاي الشركات زي ما حكينا الـ A-Triple تعتبر نوعية ممتازة وتحمل أقل درجة مخاطر للزمات ذات التصنيف، فبتقدر تأخذ القروض بسهولة والناس بحبوا يعطوها قروض لأنه بيكونوا ضمنين إنه القروض المصاري تبعتهم راح ترجع. نفس المبدأ بـ A-Double
وإيه، بس بتكون الريتنج تبعهم يعني بكون في عليهم مخاطر أعلى من إيه، يعني هون في عنا مخاطر أعلى من هون أعلى من هون، وهيك بكون تصنيفات الـ A. برضو إذا بنروح لتصنيفات الـ B بنلاقي الريتنج تبعتها نوعية ائتمانية متوسطة وتحمل مستوى متوسط من المخاطر. التزامات مشكوك في نوعها زي الـ BA1 والـ B1 التزامات معرض لمخاطر ائتمانية مرتفعة، فهون بتأخذ قروض بس بفائدة أكبر من الشركات اللي تصنيفها A. نفس الإشي إذا بنروح لـ C طبعا بتزداد درجة المخاطر، والشركات التانية بتبطل يعني عندها مش حابة إنه تدين أو تعطي قروض لهاي الشركات لأنه بتكون مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا، والمؤسسات اللي بتحمل هذا التصنيف تكون متأخرة عن السداد. الـ CCA بتكون برضو المؤسسات متأخرة عن السداد، وأحيانا بتسد ما أحيانا ما بتسد المصاري اللي عليها، ما بتسد القروض اللي عليها. نفس الإشي بـ C بتزداد المخاطر. طيب في عنا برضو القروض قصيرة الأجل، اللي عندنا برايم 1 وبرايم 2 وبرايم 3 ونت برايم. هدول التصنيفات البرايمز بس للقروض القصيرة المدى، فبحيث انه برايم 1 المؤسسة لها قدرة عالية لسداد دي قروض قصيرة المدى، برايم 2 جيدة بتصير، برايم 3 قدرة مقبولة، نت برايم قدرة المؤسسة على السداد لا تقع ضمن التقسيمات، يعني مش not listed. طيب شو بهمنا هذا الحكي؟ إذا بنيجي لآخر الدراسات أو التصنيفات اللي إجت للبنوك، شفنا إنه موديز غير تصنيف بعض البنوك السعودية، بحيث إنه خلى تأكيد التصنيف ل11 بنك، ضلوا على نفس التصنيف السابق، وغير تصنيف البنوك 10 بنوك سعودية من نظرة مستقبلية إلى سلبية. طبعا هاي البنوك اتغيرت التصنيف تبعها إلى سلبي، فلازم أنتو اللي مستثمر بأحد هاي البنوك يدير باله ويحط ستوب لوس، بحيث إذا كسر أي سهم من أسهم هاي البنوك اللي هي الأهلي، بنك الرياض والعربي وسامبا والسعودي للاستثمار وبنك البلاد والراجحي، إذا كسر أحد هاي البنوك الدعم لإلها، فأنا بنصحكم تحطوا ستوب لوس إذا أنتم مستثمرين في أي بنك من هدول البنوك، فشوفوا أقرب نقطة دعم للسهم، بحيث إذا انكسرت نقطة الدعم هاي يعني أنا بنصحكم تبيعوا السهم، تعمل ستوب لوس لأحد هاي البنوك اللي تغيرت النظرة الائتمانية من مستقرة إلى سلبية، اعمل عليها ستوب لوس وقف خسارة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ياريت تبعتولي، وشكرا لكم.